أنا علاء المغربي. هاي السيارة يعني من رحمة والدي، ترك لنا إياها، توفى الوالد فاحنا احتفظنا فيها تراث يعني، ومن ريحة الوالد بتظلها. وهي السيارة يعني بالأصل جابها الوالد من ألمانيا، موديل 65، نوعها مرسيدس، الفئة 190. أغلب القطع الموجودة بالسيارة هي لإلها، ما في قطع ثاني يعني مغير فيها أشياء ثانية. رحمة أبوي اشتراها أول سيارة يعني، جابها من ألمانيا واحتفظ فيها، وجاب بعديها سيارات ثانية، جدد، باع السيارات هذيك وخلى السيارة هاي احتفظ فيها عشانها غالية عليه. أول مرة بحياتي سوقت السيارة هاي، تعلمت عليها على 190. هي تعليمها صعب مش هين، غير ستيرنج وليس أرضي. بتذكر أني كنت أروح معها مشاوير ويحكي لي على أنت اطلع سوق فيه، يقعد بجنبي، أنا ما بدي أبيعها ولا بفرط فيها مش أني بشوف فيها الوالد. أهم إشي إنه الواحد بده يحتفظ بسيارة الكلاسيك عنده، إنه يضل كل فترة وفترة يعني يشغلها، ينتبه على العجال، إنه خليها العجال منفوخات فيهم هواء، والاحتياط إنه يقيم البطارية كل يعني ما يخليهاش راكب البطارية فيها، يقيم البطارية عنها مشان إيش تضلها محافظة عليها على السيارة، مشان ما يصيرش أي مشاكل كهربائية. وكل فترة وفترة بطلع فيها مشوار، والعجال يعني كل فترة وفترة بتفقدها كاملةً.